السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هاي تكميلية للمحاضرة السابقة الخاصة بالكرييت البوكس بلوت، حتى نوضح ننطي ديسكريبشن او ديسبريكتيف ستاتستيكال باراميتر، وصف للبارامترات الإحصائية. من ترسم انت اي رسم مثل ما تناولنا، انا هسه عندي هذا البارامتر لخمس متغيرات مناخية، او بالاحرى صاروا ستة لان عند التي بها نوعين ماكس ومينيموم. فمن رسمتهم هنا طلع لي هذا البوت بلوكس، حتى الرسم يكون بالشكل الصحيح ويبين لي هاي المعلومات اللي انا سابقا شرحتها لكم. لحظة خلي ابينها هنا، اللي هي هاي يبين لي المينيموم، الكيو 1 الكيو 2 العفو الكيو 3، الميديان اللي هو نفس الكيو 2، الماكس، المين، مدى النطاق الربيعي اللي هي الانتكواترال رينج، واللور القيم المتطرفة العليا والسفلى. شلون انه ابين هندني لو اروح انا على اي؟ بالمناسبة اول شغلة تنتبه لها ان انت تروح تعدل، تروح تجري تعديلات. يعني مثلا هسه نجي على هذا، هسه هذا انا عدلته، اجي على هذا، هذا مثلا يعني اعدل الاكس، هو اكس بالمناسبة ما يجي اكس واي، هو اكس از واحد. فهسه نجي هنا هاي الاوبوين 2 ما مشموله، فتقدر انت تقول مكان ما انه تروح لهنايا الاكسس اوبشن فتنطي هنا من الاوبوين 2. تمام، هاي اهم فقره بنلاحظ هسه هنا. هسه هنا ال 1.2 اقدر اخليه يبلش من 1.1. بعد ما كملت الاكس اكسس تقريبا خليته ضمن النطاق المقبول، هسه هنا أنا اقدر ايضا اعدل اسوي من البوينت 4. انت حسب ما تشوفه مناسب مع الرسم اللي انت تحتاجه. فهسه نجي، طيب شلون هذا الرسم مختلف عن البقيه؟ تجي على الخيار لاي بوكس من عندهم. هسه هذا مثلا الاول يمثل لك، طبعا هذا الرسم الاخير اللي هو ناش كوفيشنت، افشنسي كوفيشنت. البوكس الاول يمثل للسقيط، البوكس الثاني هذا يمثل لدرجات الحرارة العظمى، البوكس الثالث لدرجات الحرارة الصغرى، البوكس الرابع للصلة الراديشن الإشعاع الشمسي، البعده للرطوبة النسبية، واللي بعده الويند سبيد عند 2 متر. فتختار أي بوكس من عتن حتى تطيل المواصفات إله، راح يروح لك هو تلقائيا ينطيك هذا الخيار، ينطيك السيريز أوبشن مواصفاته. تقول له بين لي النقطة الداخلية، راح يبين لك اياها النقاط الداخلية اللي هي شو تخص من النقاط الداخلية. نرجع ونوضح هاي النقاط الداخلية، توضح لك اكو هنا نقاط اللي هي الميديوم، اللي هي كيو 1، اللي هي كيو 2، تمام، كيو 3 العفو. بعدين شو تقول له؟ تقول له شاو بين لي المين اللي انت هنا مثل ما قلنا بين لي اياه. بعد هل الميديوم، الميديان تريده انه اكسكلوف لو تدخله؟ تقول له انكلو يعني ان اكسكلوف، فتنطي هذا الخيار. لاحظ هنا اعطاك هذا، فتقول له اوكي. وكذلك للبقيه تروح على كل الخيارات، هاي نفس الشيء انه فقط تنطي ذا النت، تقدر تبين له انه الانر بوينت اللي بعده هنايا، وهكذا الى انه انت تكملهن. فهاي اهم فقره يعني ضروري تنتبه لها، يعني الاخراج النهائي للبوكس بلوت ايضا ضروري، يعني جدا ضروري، اي اصلا مو بس ضروري. فهذا هو هنا اللي يفيدك او ينفعك. لاحظ هنا، سلاحظ هنا القيم المتطرفه من الاعلى الى هنا قليله جدا، لكن القيم المتطرفه من اللور ليميت اكثر. بينما لاحظ بالنسبه للتمبرتشر، هي الماكس تمبرتشر بالعكس، هي والهذا هنا تقريبا بالسلر راديشن متساويه، وهكذا للبقيه. فنقدر احنا نتاكد من عتهن. فهذا التوضيح يعني احنا تمضيد الى النهائي، الاخراج النهائي جدا ضروري، لان على اساسه الباحث او القارئ راح يعرف النتائج الايجابية الخاصة بهذا الموضوع. فاتمنى تنتبهون ان شاء الله. واي احد عنده سؤال استفسار، انا اتوقع انه اليوتيوب مليان بهيك شيء، تقدر تبحث مجرد كرييتيف بوكس بلوت راح ينطيك الالاف. لكن انا هنا نوعا ما دا اتخصص سبيسيفيك كهندسه كووتر ريسورس، وشنو نرسم هناك بالاكسل شنطيك يعني باليوتيوب، يجيب لك اي عموديين
اي عمودين وارسم لك اياهن. وهذا الشيء كلش يعني هيك مجرد مثال توضيح هنا، لا لا هذا مثال تطبيقي، هذا باراميتر معين احصائي لمجموعه من العناصر البيانات الاحصائيه، بس هنا البيانات هي لعناصر مناخيه معينه، فشلون بدك توضحها وترسمها. لذلك جدا ضروري انه ننتبه على هذا الامر، لانه يعني عن طريقه نقدر انه احنا كل شيء نعرف. فان شاء الله تكون هذا الشيء ايضا فاتكم. انا تمنيت اكمل بذيش المحاضره، بس حسيت انه ما له داعي، لكن قلت ممكن احد يحتاجه او حتى يعرف انه. لذلك اذا تلاحظ احنا لو باقين على هذا القديم، ادخل على البحوث اي بحث، تلاحظ لاحظ هنا لازم يعطيك هذا الكرييتيف اللي خاص بي. هنا بقت تسمي البيانات المناخيه بالاسفل، تسميه البيانات المناخيه اسفل كل بوكس حتى ينعرف انت ضروري. يعني انا هسه مثلا من اجي اقرا هذا البوكس بلوت الخاص بيك انت، انا شلون اعرف انه هذا الشيء يمثل وهذا شنو يمثل وهذا شنو يمثل؟ فلازم عنده تسميات خاصه. فهنا من تاخذ مثلا هذا تسوي له سكرين، تقدر عن طريقه تكتب هنا امام كل بوكس شيء يمثل لك، تمام. فالضروري انه تراجع الاخراج الخاص بهذا الموضوع، وان شاء الله اذا اي سؤال استفسار ممكن احنا بذاك الوقت نعرفه، راسلونا على القناه مجرد كومنت او على الايميل الخاص بالقناه، وان شاء الله نجاوبكم. احنا نعتذر في بعض الاحيان ممكن ما تكون الاجابات سريعه. نلتقيكم ان شاء الله بمحاضرات قادمه. دمتم بامان الله وحفظه.